بينات ما اعرف ليش تخصني الصف الحمد لله يعني هاي هاي فزتها بس يعني داني. ممكن مع اني مسوي هذا باتل تشيك المهم الحين بدات المباراه مثل ما قال الجوينت وايد بيساعد ايش يسمونه جيجليباف تعرف انه الحين تبر بيجتل والله جيجليباف ما استغرب من هالشيء احس ان الناس ينسون انها وايد خفيفه بعد اوكي فا ذا وينر اوف كيو اف الثاني في كيو اف اليمينيتد اظن ما فاز ولا مره خسر على طول ما فاز ولا سنة اوه اوكي نرجع على الجيم المباراه هي جاب فوردير افير ما بتضبط الحين تبر اي تلت اتوقع انه المفروض اللي ما الغرض اللي ممكن يسويه سعود انه هي جوز هام نيفر جو هام غير جيجليباف لانه هي ما عندها اوبشنز انك انا ممكن تجرب الجيم انه اقصد انها بتدش عليك بسرعه او شيء بطيء او هذا انا ضد هيلكس المباراه الجايه ها اوكي اخلا داون ثرو هذا ولي عبد الله ولي اوكي فهد خسر من بريز باوزر دكتور ماريو زين حاليا داش اتاك جمب وريكفري وايد زين من نيو تمبس ريكفرد فيري لو داون اير ما بيرمي به اتوقع الحين رو اب بيب وايد ويا الشمونه بالداون اير ماس كان ماس من خاطر ايه يعني انا خفت شويه كل حد اوكي فور فور دير كل ما حد يخسر ستوك شويه بزيده انا الوحيد اللي ما اسوي ماش في الدنيا لا ستوك ما يسوي ماش يسوي ماش يسوي سناك سناك تعلم يسوي ماش ما كان يسوي ماش هي 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 والله الماشنج از اندر ريتد ماشنج وايد 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 زين انا خاف ادق شيء غلط عشان شيء ايدون ماش ها حاليا الليد عند نيو تمبس توه اوتو كانسلد ولا شو السالفه الدير ما احس الدير مال جيجلي باف فيها اوتو كانسل لا ايش يسمونه مارث لا البارح المدني نيو تمبس كان يكلمني عن هالشيء اللي هو يقول لي ان الداونير مال مارث از سم هاو سيف اون شيلد لان فيها لان هدز هي لان اذا جبت التبر خاصه يجيب على اوكي المدني توا كان عنده نسن ايش يسمونه البلاتفورم ما في شيء تتعلق فيه ما اتوقع كان يبي يتعلق لا ها كان يبي يوصل كان يبي يوصل بعدين شي خف من فنطه سوى فيد باك بعدين خلاص بس بعدين حصل ليد شويه هاي عنده ليد عنده ليد كانت بتسلسل اتوقع داونير نشوف ان الفلابس من المدني نيوتمبس مو كانت فورورد اير توا ما ادري شوي الرياكشن تايم عند سعود بطيء يعني بالعاده يعني هو اسرع هي 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 في الرياكشن على الضربات وهذا اوه هاي كانت بيفت افتلت اتوقع دم يوم بشوف حد جمب كان في جمب سيتويشن وايد قريب دم اذا شوف حد يسوي داش اتاك غبي جهه غلط يعني هاي كانت بيفت سمثينج اي ممكن اوكي رد من الجهه الثانيه كان بينتحر افتلت لا جاب ما تذبح اكيد ما ادري ايش يسمونه تو احس فانتا المفروض كان هي بتت هول انه يطلع وش مو لا رست كان هذاك اوف ستيج هي هي جم هي هي صح قديم لو كانت تبر كانت تذبح اوكي عندنا اب ثرو هي اكيد جيجلي باف الدي اي مال الاب ثرو عواره ورا مارث طبعا سعود يعطيني نظرة بس هذه معلومة أنا ما كنت أعرفها هو بروحها قال على الستريم قالها شيء؟ قالها شيء على الستريم أتوقع الحين سيف بيصير ولا بيكمل؟ في حد بيعلق؟ عندي ست حد بيعلق خلي لي ما هذا اصبر أوكي مكمل ست بعدين أرسل أخريف زين نكمل جيم باتل فيلد باتل فيلد ليش؟ اللي عرفه على كلام فنطنها من المراحل الزينه حق ايش يسمونه هي بس انت جالس تلعب وتعود المدني زي شو يعني؟ المدني يموت على هالستيج هي بس اتساع الاطراف يفيد جيجلي باف هي انه ما تموت بسرعه من غير هذا يعني الجمب اسهل لها وحتى عتحت ممكن من مس بليس موف انه ينزل تحت وبعدين ما يقدر يسوي ريكفر
مو مثل مثلا سماش بل. سماش بل اذا طحت تحت مو وايد بعيد تقدر توصل. البلازونز على تحت مو وايد. هلو ستاتيك فولتس. This is an Arabic commentary. Hey, but we welcome everyone. عادي. Welcome to everyone. زين الحين نكمل في المباراة. الريليد عند NeoTempus عند المدني. ليد خفيف. بس شوف قوة مارث انه يشيل ستوك وايد احسن من قوة جيجليباف انه يشيل ستوك. بس جيجليباف ترى الفورورد سماش مالتها وايد قوية. هي وايد قوية. وايد قوية. كانها تخيل عمرك في الجار. يعني وايد قوية صح بس مو بايت صعب انك تتيبها. صعب انك تتيبها بالضبط. شكله توه كان يبغى يسوي فوتستون. هي وطبعا وياد يس يوافقني وانا ياس اتكلم. NeoTempus من اللاعبين اللي يعني وان اوف اكسبرسيف يعني. لا لا بست فوتستولرز. اوكي فوتستولرز مالي وايد وايد زين. وعلى فكره الفوتستولر ركس جيجلي باف دي اي بعد كان غلط. اب ثروفي باتل فيلد جبحت الدي اي. شوف هي خفيفه بس الدي اي كان غلط. شو باكر؟ باكر اه. شاوت اوت تو هانجري بوكس وين ايفو. زين كمل. ما تحب هانجري بوكس بخبره. نكمل الجيم. He doesn't like you hungry box. تخيل يتابع. اوكي. انا بي بي ام دي فان على فكرة. زي خلنا نركز. اوكي اوكي نرجع على الجيم مرة ثانية. لا تنسى دائما اشتمونا. جيجليباف عندها الورقة الرابحة. اللي هي بس اتوقع رست ما تذبح الحين. اذا سوى شيلد كان بيموت. تدري ليش؟ مب لا. مب كان شيلد اصغر. حتى لو ما بدنا نشرشنها كاملة. كان بينكسر. داون ثرو. حاول يجيب الباكر. اي تفر موف اتوقع يذبح الحين. تذبح اي شخصيه مو بلا جيجلي باف. تفر لا قصدي مو بسماش يعني. اوه كانت غلط. غلط اردج سوى الهارد. نزل وايد نزل وايد نزل. اوكي ما توقعت يوصل صراحه. كان شويه بانك سيتويشن. لا هو ترى نقز بالفوتستول. ها ونقز عليه الهارد بس فوتستول. كان فانتوم اي يعني ترى مسمي فانتوم. اللي هو يعني يستوي لك لان الفتشون ينقصك وايد اعلى. بس الثاني ما يستوي باي شيء. يسمونه فانتوم فوتسيل. فانتوم فوتسيل اوكي. الحين ما اعرف شو عند جيجلي باف ممكن يذبح. الابتل ترى تذبح. اي ابتل تذبح. اوه داش اتاك اولموست. اكيد. بس وايد كروس. هو زاغ يطلع ليش؟ عشان ما ياكل ابيه. اي ويموت بس تكت. تبر فير كلوز وايد كان يعني شعره ويموت. سواها بيفي عشان يحصل الستيج كنترول بسرعه ويضربها. صح. جاء الحين ديس جوينت هو اللي بيبهدلها. باك ثرو لا ما للاسف ما عنده اي كل ثرو. اظن غصب غصب وصل غصب بالجو. ترى على فكره مارثي مسوي ابي بعدين تمها بس فوق شوي الفير لازم يطلع له. ما ابغى يخاطر. ما احس اوكي. بير اوكي 1-1 حاليا 1-1 مره ثانيه. حلو من فانترون. شاوت اوت تو تي. منو تي؟ شاهي. اوكي لانه فانترون. اوكي شتمونه شفت شتمونه باتل فيلد خلته يعيش وايد. صح 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 بس لا. ما استغل الشيء الثاني اللي هو موضوع انه كبير انه لصالح انه هو يطلع. هي انه يصير اوف ستيت. صح 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 تي اف اتش sitting in losers الحين طلع من artifacts one of our cloud players. فاز في مباراته في ال فاز في اللوزرز ضد زنزا. شافني بعدين قلت هالشيء. المهم الحين كمل. يس مانجو جيلي 55 you can join you can follow us at UAE_smashers on Instagram. You see everything there. We update all the time with new tourneys. This is an offline tournament, yeah, if you didn't know. I think you know because of the counts and everything, but yeah. Thank you, Static. زين في ليد كان في جمب سيتويشن بس ما استخدم الدبل جمب. سعود مرات يغلط هالغلطة اني استخدم الدبل جمب بطريقة هي يعني ما تكون مناسبه للسيتويشن تعرف. اوف هذه كانت على وشك. ولا ايش يسمونه دي اي بعد ما كانوا اوكي ترى. هي دي اي ما كان تقريبا سي دي فور. جاب ما اعرف ايش مسوي جاب هورسوس. اظن انه فلوتي وايد ما يركب جاب هورسوس. وايد ارتفع باكثر اتوقع. راكب دامج شويه دش اتاك
أوه أوكي. تك زين وايد هذا تك اللي شيء مال انا بسوي شيلد اوه حلو تبار فير كان شوي المفروض فانترون يرسك في الستيج اكثر لانه هيته لانه ما زخلت اوكي المدني علق ويانا يقول ان فانترون كان خايف من الكوتستور زين كمل الحين اللعب يحاول يسوي بيت بال سبيسنج حلو من نيوتمبس داونير اظن مسم فوت ما اعرف اوه خذ داشتها ما عنده جمب اتوقع لا ما كان تو فريم ها تو فريم عنده كان تو فريم شوف اذا واحد رد على السكند جمب ادري بس هل هو كان مستخدمها في البدايه اصلا دبل جمب هذه لان انا شفت مارث كان فوق الستيج ما هي درنت ما زخر الستيج اساسا للحين فاست ولا مره شفنا راست ما ادري هل اوكي كان فرور سماش غريبه بس يات كان جدا غريبه الحين طبعا جيجليبوف من كل برسنتج عيبتني كانت سريعه وايد اب تلت تيرن اراوند جراب اظن هاي كومبو على فكره فانترون از ون اوف ذا يعني لابر جيجليبوف هي لابزه لو صدق صدق يعني يشوف اب تلت والدليل انه بس ما صدق ما عاد اي شخصيه ثانيه يوم ما يعرف ما يعرف اي شيء اي شيء صدق هي لابسه جيجلي بافر يعني يعرف الكومبوات الغريبه نير اوكي الحين الكروس الست وايد كروس لازم ما ياخذ له شيء ضربه يعني كل واحد منهم ابثرو لا ما بتتسل فما بغى يسوي لها ستيل ما انضرب الباكر توكل كانوا ويا اعداء بعض بس دونير اوه الحين فورورد فير سلت الستوك نيوتمبس 2-1 نيوتمبس ست وايد حلو والحين ما اعرف منو بيعلق لانه ما اعرف هاي بي